السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. خوتي كي دايرين؟ بخير، كنتمنى ان شاء الله تكونوا في اتم الصحه والعافيه. في هذا الفيديو غادي نشوفوا تصريح المدرب الالماني توماس توخيل قبل مباراه القمه اللي غادي تكون امام ليفربول، وفي اخر الفيديو غادي نهضروا بالتفصيل على وضعيه حكيم زياش، واش غادي يكون كاساسي في المباراه او كاحتياطي. اولا ندخلوا في تفاصيل تصريحات توماس توخيل اللي غادي تلقاوها بالصوت والصوره عبر الموقع الرسمي لنادي تشيلسي بتاريخ اليوم. وكيف العاده نبداو على بركه الله. قال توماس توخيل في المؤتمر الصحفي قبل مباراه الغد: مواجهه ليفربول احد اكبر التحديات في كره القدم الاوروبيه، علينا البدء بشكل جيد غدا وسنقاتل منذ الدقيقه الاولى للحصول على نتيجه جيده. وايضا هضر على المواجهه المرتقبه بين الدبابه روميلو لوكاكو ومدافع ليفربول فان دايك، بحيث قال: اتطلع بشغف لهذه المواجهه. بالنسبه لروميلو لوكاكو هذا تحدي كبير، بدا بشكل جيد للغايه والان نحن نحاول التحسن. ملعب انفيلد سيخلق ضغوطات كبيره ولكننا نملك لاعب خبير. اما عن سوق الانتقالات فتوماس توخيل قال: ما زالت لدينا بعض الافكار وما زلنا نحاول. المدافع كورت زوما ليس معنا، ولكنني لن اكذب عليك هو في مفاوضات حاليا مع فريق ويست هام يونايتد. وايضا هضر على المواطن ديالو الالماني المدرب يورغن كلوب وقال عليه بالحرف: احترمه بشكل كبير، فهو واحد من افضل المدربين في العالم، يملك القدره على ترك بصمته وتاثيره على اي نادي. يجب ان تكون حذر جدا عندما يبدا في مدحك. واختتم توماس توخيل تصريحاته قائلا: فريق ليفربول مع فان دايك هم فريق مختلف تماما، ليس فقط بامكانياته وقدرته، ولكن ايضا لانه يجعل الجميع من حوله جيدين ومرتاحين، تطوروا بشكل كبير جدا منذ مارس الماضي. اذا كان هذا هو تصريح المدرب توماس توخيل قبل مباراه القمه مع ليفربول. واللي متعودين مع المدرب توخيل انه ديما كيشرك لنا حكيم زياش في المباريات الكبار، واللي كيخلي ايضا احتماليه مشاركته كاساسي في المباراه بنسبه كبيره، هو الاداء الباهي ديال اللاعب الالماني كاي هافرز في المباراه الاخيره اللي كانت مع الارسنال، زائد الاداء الجيد اللي قام به حكيم زياش واخا دخل في الشوط الثاني ولعب فقط 8 دقائق، ولكن بين على انه جاهز بدنيا، بالاضافه الى المستويات الكبيره اللي قدمها في المباراه التحضيريه لهذا الموسم، وايضا الماتش الكبير اللي دار في مباراه السوبر الاوروبي اللي ماركا فيه الهدف ضد الغواصات فيلاريال. وهذه العوامل كامله كتخلي لنا حكيم زياش هو الافضل والاحق بالرسميه في مباراه ليفربول، وغادي نشوفوا ان شاء الله ثنائيه جميله بينه وبين الدبابه البلجيكيه روميلو لوكاكو. اما توقيت المباراه فهو غدا ان شاء الله، يعني يوم السبت على الساعه 5:30 زوالا، والقناه الناقله هي بي ان سبور 1. وختاما كيبقى الراي ديالكم، شنو بان لكم في حكيم زياش؟ واش غادي يكون كاساسي في المباراه ديال ليفربول او ان الثلاجه تنادي؟ وطبعا هذا الشيء اللي ما كنتمناوش كمغاربه. كيف العاده كان معكم اسلام، في امان الله ومع السلامه.